أبو ظبي. نسيتك الطبيعة اللي فيها كتجلب الناس صافي يمشيو فيها. يعني واقيلا كعدلو واقيلا في ايام الاستعمار الانجليز الانجليز هو واقيلا جبرهم هما اللي عدلوا ديك القنط ديك السكات. ها هما كيبينوا التصاور قدام شتيو ها الاستعمار بريطاني حتى هما داك الاستعمار دوز عليهم عذاب الالي من الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي، دايرين لاباس عليكم؟ بخير عنين كلشي مزيان بخير صحة لاباس كلشي مزيان. أتمنى عند الله كلشي يكون بخير وعلى خير. جبرتونا واحد الخرجة اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم فهاد جهاد الغابة مديونة. يا والله واحد العائلة جبرتهم هنا متلو في الله ما عرفتهم فين هما. أنا كنبقش عليهم هنايا باقي ما بانوا لي شي. قلنا نبداو لكم هذا الفيديو هنايا مشينا حصلنا قلونا بالصحه ضربنا واحد تحسينا ايوا هي هذيك واش كبرنا الطرمبيه وجينا عندهم. الله اخوتي الا جينا فديك الطرمبيه هزه واقيلا شي 300 البشر ولا 500 بغينا نساو العوا والله يكون في العون وصافي. ها والله الله يفرج علينا وعليهم على امه محمد. المهم انا نقلب لكم الكاميرا تشوف فين انا. ها انا نعم ستي على المناظر كيفاش عامله. والله هذه جبرتني في الغابة من العين مديونة مديونة والسلام داك العلا نشوف الناس الطوموبيلات ديالهم مسائل كلشي كامل لا وحفدي. وجبرتوني دابا غنمشي نقلب عليهم والله ما نعرفينهم. غيتغداو هنايا الوالد والوالدة والأخت والأخ ايوا هذا هو اللي كاين. قلق اجي نعدنا نسمايا حنا غنمشيو لعندهم نشوفو شني كاين. المهم خليكم معنا تنوصلو تنجبروهم بعدا والله ما عرفتهم حتى في جلسي. هذا نقلب عليهم ولهذا خليكم معنا. المهم انا غنشوف هاد الناس فين هما ديك الساعة نرجعو لي لكم. تحياتي اخواني اخواتي عدنا والعود احمد. جبرنا الناس اللي قلنا كنبقشوا عليهم العائله المحترمه جدا غير جبرتهم راه فين جالسين اخوتي ليهن. ايوا تغدينا وصلينا الله يقبل ورجعنا ليكم. ودابا حنا كنصوروا في هاد الغابه المديونه انا شويه فهمت كنطلقوا عيننا شويه هنا في الجوايه هادو غابة الصراحة هاد الغابة ديال الطواجن اخوتي هنايا ديال كوك ولي بالي بالك والله يفتح علينا وعليكم على عمة محمد الله يبعد علينا وعليكم شر ما خلق. يا والله كي جاتكم التحسينة مزيانة ولا والو خصني نمشط مشطة ما جبتهاش نسيتها سي دابا مشعر بزاف خصني مشطة فهمتي مع الشعر بقى بزاف ما بقى والو بقى والو نصيفو فهمتي الى يمه مع باباه واحد العام ولا فقط ما تشوفو جوج الشعرات طالعين وتبقاو تشوفو غير البصله بصله طالعه. الله يرزقي الصحه والسلامه اخوتي كلشي يديم والله عز وجل اما كلشي كيمشي فحالو الشعر كيمشي بنادم كيمشي كلشي كيمشي
لكن مشى اشرف المخلوقين ومشى صلى الله عليه وسلم في هذا النهار هذا، عليه افضل الصلاه وازكى السلام. ما بالك بالبشر، عادي يعني، عادي يعني، مشينا بقينا عادي. ولهذا خليكم معنا خوتي، نقلبوا لكم الكاميرا تشوفوا شنو كاين هنا في الجمال ديال الطبيعه. خوتي دابا كنت عامل واحد اللايف في فيسبوك، دابا عاد سبحان الله ملي كيبغي ربي كيرزقك كيرزقك. عامل واحد اللايف هنايا فهاد البلاصه هادي هادي، وكنت ماشي كتبان لي واحد اللعيبه هنايا، كنطلق عينات ونشوف فيسبوك، في فيسبوك غتجبروها صورتها في فيسبوك، كنت عامل لايف كنشوف هيدا، كنطلق عيني كنجبر واحد 100 درهم سيبه هنايا، هي عملتها في الجيب ديالي، ها هي باقا في جيبي، باقا فين عملتها بعدا، عندها كنكون طيحناها. ها هي خوتي باقا مبهدلة، ها هي شتيها كيفاش عاملة، جبرتها فاينة، عمل لايف، اللايف انت غتشوفوها في اللايف ديال الفيسبوك، في الفيسبوك، كنت عامل واحد اللايف ساعة قطع هنايا فهمتي، الريزو قليل قطع وانا نقطعو، كملت عليه. ايوا هذا هو اللي كاين اخوتي، ما عرفتش لمن طاحت، هي قديمه فهمتي، مبهدله مزطمين فيها، واش كانوا شي وحدين هنايا بالليل وطيحوها واش. المهم بان مولاها غنعطيوها له، ما بان شي راه غنديوها في الجيب ديالنا، بحق تعطينا معلومات كيفاش عامله فهمتي، فوقاش طاحت له، فوقاش خرجت، فوقاش. ايوا هذا هو اللي كاين اخوتي، والله العاد تا خوكم هذه 6 شهور ما دخل شي درهم للجيب ديالو، هو كيخرج كيخرج. هاد النهار هذا جاب الله هاد 100 درهم هادي، في الصباح انا خسرت 60 درهم ديال التحسينة وديال التعبية، جاب الله واحد 100 درهم، بحال اللي ربحنا 40 درهم، داك 100 درهم، داك ديك 60 درهم خسرناها، و 100 درهم جابها الله هي هاديك. ايوا رزق ديال يوسف هذا فهمت، سخروا بها ليوسف، هذا هو اللي كاين اخوتي، والله ملي كيبغي ربي يعطيك شي حاجة كيعطيها لك. انا رخينتي بزاف، شحال قدك تسول، بغيتي تسول بنادم كل واحد يقول لك ديالي، يعني الا بان شي واحد كيبقش عليها هيدا مباشره هي تعطيها له، فهمتوني اخوتي، ما تكونش ديالو يقول لك ديالي، الا مشيتي وريتيها له قلتي له واش طاح لكم شي 100 درهم تسول اي واحد هنا، يقول خا ما تكونش يقول لك ديالي، شنو تقول له ديك الساعه، تقول له لا ماشي ديالك. اللهم اجلس هنا، بان شي واحد كيبقش عليها ولا شي حاجه نقول له رزقك، ما بانتش كتولي حلالا طيبا ديالي. ولهذا خليكم معنا خوتي، غنطلعو نشوفو ديك الناس من فوقي شنو كيعملو، نشربو معاهم شي كاس سما ديال اتاي ولا القهوة ولا. ايوا هدا هو اللي كاين اخوتي، ديك الساعة نختمو معاكم هاد الفيديو فشي بلاصة من فوقي عاوتاني، والله العظيم ما كنت نصور والو فهمتي، غير جابتها هيدا الشمس، ما نصور حتى شي حاجة، غير قلنا وصلنا وصلنا هنايا، ما عيطوا لي قالوا جي معانا تمشي معانا، قلنا لهم ماشي مشكل، انا كنت نصور حتى شي حاجه. ولهذا خليكم مهم معايا، انا وصلت البلاصه ديال الطوموبيلات، انا نقلب لكم. من الشيء شحال تبارك الله، شحال الطوموبيلات هنايا، هنا كنت في القاع تحت الطوموبيلات والناس جالسين تبارك الله، هما الناس عاوتاني هنايا، هاهو تبارك الله هنا هو الجو، شوف كلشي عائلة تبارك الله هنايا، كلشي الحمد لله الخير ديال الله هنا في هاد الجو، كلشي عائلة هنايا تبارك الله، كاين فيه تلعاب، كاين كلشي زعما. أو كتشوف ندخل كتار فهمتي، دابا باقي ندخل خير دالله. السلام عليكم، مشات يماك، حنا جالسين هنا شي جلسة شويش هنايا، والله إلا جينا رتاحين عاد جلسنا، الشلية ديالنا هاي، وجالسين هنايا رتاحو شويش هنايا، سخفت والله إلا سخفت أخوتي في هاد العقبة اللي ضربت هنايا، هنا طلعت
صافي الحاجه اللي ضربنا ديك التمره كامله هي ديك 100 درهم اللي جبرنا، كجبرنا شي 100 مليون شي 200 مليون 300 مليون 100 درهم 100 درهم ديالاش 300 مليون بعدا تخرج منها الزكاه، تخرج منها شي 50 مليون بعدا كاينين دراوش موجودين في هاد العيد مساكن فحالنا غير هما. الله يرزقنا ويرزقكم اخوتي يرزق جميع المسلمين يا والله. هاد العيد هاد العام هذا الله يسر وصافي، ما عرفت كيفاش غيدوز كما قلت لكم اخوتي. هاد العيد هذا والله ما نعرف، الله يخرج العاقبته على خير وصافي. هاد العام هذا عاوتاني ما عرف نحاول يولي يدير شي مليون واقيلا. شوف الحواله موجودين صراحه الله يعين الحواله، كنشوف اللي كنشوفو هنا وكنطلقو عيننا هنا وكنشوفو الخير موجود، يعني الفلاحة موجودة الحمد لله. هاد العام هذا الربيع موجود، يعني بنادم ما كيعلف ما كي الربيع تبارك الله دالع، الا الا بغى يكبر كرشو والسالم. ولكن ملي كيدخلوا داك المساخط الكبارين داك جابوا الحوالة من اسبانيا، شفت شي الناس جابوا الحوالة حتى فيرمات كبارين جابوا مصيبة الحوالة جابوها كيبيعوهم بالكيلو. شفت واحد خانا كيهضر عليهم انا تما في اليوتيوب كيبيعوهم 60 درهم الكيلو، كيتوزنوا ديال اسبانيا كركبين عاملين بحال مبطبطين 60 درهم الكيلو باش كيحسبوهم. ولكن كيحسبولك ب 60 درهم وكتخلي يعني دابا خصك دابا الناس اللي كيشريوها دابا 60 درهم، ومني كتجي عاد كيوزنولك. ملي كتجي تبغي تديه كتبقى داك يومين ولا 3 ايام وتجي تبغي تديه عاد كيوزنولك وشوف شني فيه، يعني هذاك الشهر اللي كيبقى تما مثلا ولا 10 ايام ولا 15 يوم حتى هي كتزاد عليك حتى هي كتخلصها. هادشي اللي شفتو كيشرح لهم تما يعني كيهضر عليهم كيقولها لهم يعني واخا تشري ب 60 درهم دابا مثلا في 25 كيلو ولا 50 كيلو ولا 60 كيلو، من هنا داك 15 يوم اللي تزاد فيه شي 5 كيلو ولا 4 كيلو ولا شحال ما تزاد كتخلصها حتى هي. هذا هو اللي كاين، ولهذا تسنى بنادم رزقو حتى الساعه اللي تقرب ويدخلوا الحواله ويدخلوا تما الساحل والسوق. والله يرزق الصحه والسلامه كلشي كيتسالى انتم اخوتي، الله يديم اخلاق والسلام ربي الحبيب كل واحد كيعطي رزقه. تحياتي لكم، حرق لكم هاد الفيشه على منظر قدامينا اخوتي حمد قسما بالله على منظر اللي جلس هنايا. والله العظيم اللي كتزول الاكتئاب اخوتي، والله العظيم نشوف نصيحه الناس فيهم الاكتئاب اللي فيه الاكتئاب اللي كيجلس في الدار بزاف اللي ما كيخرجش من الدار، اقسم بالله الا الاكتئاب هذاك هو الاكتئاب هذاك هو المرض بعينه. تقولي لا طبيب لا هادي ولا هادي، فيك الاكتئاب خرج من الطبيعه وجلس، خرج من الطبيعه والله تتزول فيك شي يكون فيك جميع المصايب مجموعين فيك كتنساهم كتخرج من الطبيعه. شوف على منظر كي داير شوف عذره الكاميرا ما كتبينش داكشي حقيقي على الطبيعه ديالو اخوتي. تشوف ملي تكون جالس بيدك وتشوف المنظر كيفاش عامله. شوف هذه كامله غابه كل شيء تبارك الله، كاين غير العائله تبارك الله هنا كل شيء جالس هنا الحمد لله كل شيء بخير وعلى خير. الناس كيجلسوا كيجيبوا الماكله ديالهم المسائل ديالهم كيتغداو هنايا فهمتي، وليداتهم كيلعبوا. ما كنبغيش نصوروا الناس فهمتيني، ما خصناش يعاود بنادم يصور شي واحد من غادير واعره واعره بزاف عاد والله غادي. بحال قلت لكم اخوتي يعني بنادم كنخليو كل واحد في الراحه ديالو كل واحد على راحته، باش ما نقول لك لا صورتيني ولا عملتيني ولا فعلتيني. نادم بغيتي ترتاح تخرج من الاكتئاب ديالك اخرج من الطبيعه نعم اسيدي، ارتاح مع راسك في الطبيعه دوز لك الويكاند ديالك باش كدوز السيمانه ديالك مرتاح. والله يفرج علينا وعليكم على امة محمد اخوتي، تحياتي لكم اخواني اخواتي الاعزاء. بجبرتونا باش نفحنا ان شاء الله الرحمن الرحيم، سالينا وغادي نمشيو نفحنا ان شاء الله. غادي نختم لكم هذا الفيديو هنايا، المهم تهلاو لي فرزكم وعانكم الله اخواني. المهم غادي نختم لكم هذا الفيديو هنايا، تهلاو لي فرزكم دابا جبرتوني باش نتسنى واحد الطرمبيه باش نمشي فيها. ما غاديش بزاف اليوم نمشي في الطوموبيل وانا غنتسنى الطرمبيه نمشي فيها. تحياتي.
تهلاو لي فراسكم وعانكم الله، تشوفوا في شي فيديو اخر ان شاء الله الرحمن الرحيم، الله يعاون.